في فترة قصيرة حققت قطر ما وصلت إليه دول أخرى خلال عقود من الزمن. ها هي ناطحات السحاب تخترق سماء المدينة، وها هي الطرق والمدارس الجديدة نراها يومياً في حياتنا. إن قطر بالفعل هي دولة التطور السريع والمتلاحق. لقد أدى النمو الاقتصادي الملموس إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على منتجات وخدمات جديدة. ما زالت قطر تملك قدرة فائقة على جذب الشركات الكبيرة الرائدة والصغيرة على حد سواء. وسوف يستمر هذا النمو بقوة في المستقبل، ولكن مع ظهور العديد من الأعمال والشركات على الساحة، كيف يمكن للمستهلكين أن يعثروا عليها؟ ممكن من الجرائد، إنترنت أو جرائد أو كذا هيك إشياء يعني. I will go to a newspaper, for example, Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune, that's it. There's also the telephone directory. We would go in on that. Advertisements, TV and so on, radio. الخطوة الأولى اتجه للشركات الكبيرة، وبعدين ملحق مال الجرائد. كان يعمل بزنس دايركتوري، يعمل انترنت. والله أنا أول شيء يعني بحاول شوف النشرات الإخبارية، بحاول شوف الصحف، المجلات. المصدر الأسهل والأسرع بيكون الإنترنت. أكثر شيء يمكن الإنترنت. جريدي، صحيفي، مجلي. الويب سايت أو النت. طبعاً الإنترنت يوفر معلومات نفس ما تقولين 80%. إعلانات تجارية في الوسيط. والله ما أدري شو المصادر الموجودة أكثر. بفضل الإنترنت صار بإمكانك أن تجد المنتج الذي تبحث عنه بكل سهولة ويسر. ولكن الإبحار في هذا البحر الزاخر بالمعلومات قد يكون مهمة مضنية، إذ قد لا تحتوي الكثير من المواقع الإلكترونية على المعلومات الكافية. إذن كيف يمكن للأمور أن تتحسن وتصبح أفضل؟ I think the marketing and the branding and the information flow needs to improve. كويب سايتس بعتقد المشكلة اللي عم تصيرهم بالبلد انه مش ابديتد. بحب اشوف يعني مواقع جديدة اكثر. بالانترنت المين كومبانيز فيك تحصلي معلومات بس مش شاملة. لو في دليل بيشمل كل قطاع على حدة بيكون شامل المعلومات، وبيكون في الاسعار، بيكون ما فيش حاجة مستخبية للعميل، بيكون طبعا بيكون اجمل وافضل يعني. لكن هنا اعتقد ان مع حجم البلد المفروض يكون في تغطيه اكتر من كده. يعني عامه ما فيش خدمات كتيره في الويب سايت العربي غالبا. ما بعرف كيف يمكنني البحث عن شركه من خلال الاسم او العنوان او المنتجات والخدمات المقدمه. كيف لي ان اعرف ما اذا كان يمكن ان اثق في شركه ما أو أتعرف على ما يقوله الآخرون عنها؟ تخيل موقعاً إلكترونياً يقدم لك كل هذا وأكثر. تعرف على دليل قطر الإلكتروني الجديد للأعمال، مبادرة يطلقها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الدليل الإلكتروني القطري للشركات يحتوي على مجموعة معلومات عن الشركات، أماكن تواجدها، المعلومات عن هواتفها، الفاكس، صندوق البريد، كيفية التعامل معها والوصول إليها. الفائدة من هذا الدليل هي فائدة عظيمة. في البدء قطر خلال السنوات الخمس السابقة صار فيها الكثير من التغيير، أدى ذلك إلى عدم إمكانية المقيم أو المواطن والزائر إلى التعرف على طبيعة الوجه التجاري لقطر. هذه البوابة تعمل على جمع كل المعلومات التي يمكن من خلالها للمقيم أو الزائر أو المواطن في قطر من التعرف على المعلومات اللازمة للتعرف على هذه الشركات، مما يعني أن هناك الكثير والكثير من المعلومات غير المتوفرة
بالطريقة التقليدية وهي السؤال عن منطقة أو الرجوع إلى الدليل دليل الهاتف أو حتى التعرف على المناطق التجارية من خلال التسوق التقليدي. يقدم دليل الأعمال الإلكتروني الجديد الفرصة لكافة المستخدمين للوصول والتواصل مع مختلف الشركات في قطر. يتيح دليل الأعمال الإلكتروني التواصل بين الأعمال ببعضها ببعض وبينها وبين الناس في وسيلة إلكترونية تفاعلية سهلة الاستخدام ومتضمنة دائماً بأحدث المستجدات. إنه ميزة كبيرة للأعمال ولقطرنا الغالية.